أخيراً أخيراً أشاهد نفسي على قناتي المفضلة. لا أكاد أصدق نفسي، أنا فعلاً حاضرة في واحدة من أقوى القنوات وعلى برنامج نسمة الحب. والشكر لك أستاذ حسن بالوعد. نتصور كنا عشان نحكي بالتونسي إن لسه تفهمني خير. السلام عليكم متابعينا، معكم ياسمين الخميري. الأسباب اللي خلتني ندبلج كرتون بالتونسي هو غرامي بمسلسلات نسمة، حاجة طيارة على الآخر خلتني نكتشف الموهبة اللي في وسطي وطورتها. وراو الدوبلاج حاجة مش سهلة، مش إنك تتكلم بركة قدام الميكرو. أمان راهي خدمة محترمة ولازمتها برشا أونترينمون. اللي خلاني نولي مدبلجة هو حبي للغة العربية بصفة خاصة. إنه الحب، والعبد اللي يحب خدمته يتفنن.